السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله سأقوم بشرح مادة M251، ورح أبدأ اليوم بشرح Meeting 1 لهذه المادة. وطبعا Meeting 1 و Meeting 2 عبارة عن مراجعة لمواضيع تم دراستها في مادة TM105، والمراجعة هاي ضرورية لأغلب الطلاب، حيث أنه بعض الطلاب مش فاهمين الأساسيات بشكل جيد، ومن الضروري أن الطالب يكون فاهم الأساسيات قبل البداية بالمواضيع الرئيسية في مادة M251. أيضا بعض الطلاب ممكن أخذ المادة من مدة طويلة ونسي بعض الأمور، فبتعمل نوع من المراجعة أو ريفرشمنت للمواضيع الأساسية في مادة TM105. ومثل ما قلنا مادة M251 هي ليفل 2 لمادة TM105، وضروري الطالب يكون فاهم الأساسيات عشان تكون مادة M251 إن شاء الله سهلة. طبعا مادة M251 فيها تفاصيل كثيرة، ولكن المادة ليست بتلك الصعوبة. إذا كانت أمور الطالب جيدة في فهم الأساسيات، فإن شاء الله مادة M251 راح تكون سهلة جدا عليه، بشرط المتابعة، يعني الدراسة تكون بمتابعة ما يبعدش عن المادة أو يذاكرها من ضمن فترات طويلة. طيب الآن رح نبدأ في Meeting 1 وهو مراجعة، وعندنا المواضيع الرئيسية اللي هو Introduction، تتكلم عن الخلفية التاريخية لجافا ومتى تم إنشائها. طبعا رح أحاول أمر على المواضيع هذه بشكل سريع نوعا ما عشان أركز على المواضيع المفيدة إن شاء الله. طيب وجافا background و getting java running. طيب راح نتكلم عن الأساسيات اللي هو data types، أنواع البيانات والstatements، scope and operators، ثم conditional processing و repetitive processing. هذا في meeting 1. طيب الآن كintroduction، هذه فقط مقدمة تاريخية عن الجافا، متى تم إنشائها، في أي سنة، سنة 1995 في صن مايكرو سيستمز. الآن صن مايكرو سيستمز طبعا مملوكة لشركة أوراكل، و جافا أول ما نشأت is the language most identified with the internet and its friendly face the web. مستخدمة طبعا جافا كلغة لمختلف أنواع التطبيقات، من ضمنها التطبيقات الويب، و currently owned by Oracle. و in this course you learn how Java originated and how it is used nowadays. كيف بدأت وكيف الآن هي مستخدمة. You learn the language used to build systems that power so much a web so much of the web applications ranging from e-commerce to online games, downloadable music, online banking إلى آخره. طبعا جافا مستخدمة على نطاق واسع، وما زالت تستخدم بشكل كبير في مختلف أنواع التطبيقات، خصوصا في الانتربرايز أبليكيشنز، في التطبيقات الكبيرة جدا. طبعا الجافا ممكن تشتغل على أي نوع من الأجهزة، يعني هناك تطبيقات جافا runs on servers، PCs، كمبيوترات شخصية، موبايل فونز. نظام أندرويد نفسه هو مبني باستخدام جافا، ومعظم تطبيقاته إلى هذا الوقت أيضا بنيت وما زالت تبنى باستخدام لغة جافا. PDAs الآن ليس لها شهرة كبيرة، اللي هي Personal Digital Assistants. It can be found in TV set top boxes، تمام، Embedded devices اللي هي الأنظمة المدمجة، forming a larger systems such as cars, robots and or printers. In smart cards and wearable computers. الآن موضوع wearable computers زي السمارت ووتش اللي تشتغل على أندرويد. Java is really everywhere، موجودة في كل مكان. الآن خصائص جافا أو إيش اللي بيجعل جافا لغة قوية، هذه نقاط ممكن هي نقاط نظرية، لكن ممكن يجي فيها منها بعض الأسئلة MCQ questions في MTA. The aims of Java language: simple to learn, familiar and closely based on C++. طبعا اللي
بيعرف سي بلس بلس ما راح يواجه صعوبة في تعلم جافا، لأنه السينتاكس متشابه بشكل كبير، but reduced complexity، object oriented. وهذا الموضوع هو محور مادة M251 فعليا، اللي هو جافا programs are structured around objects، هو عبارة عن نمط برمجي، object oriented programming نمط برمجي، راح نتكلم عنه لاحقا بالتفصيل في هذه المادة. robust Java programs are strictly checked by a software before they run. Secure ensures that programs running over networks cannot damage your computer files or introduce viruses. فهي لغة آمنة، تمام، لغة مرنة، portable، ممكن تعمل run على أي system، على مختلف الأنظمة. Java programs can be easily transferred from one platform to run on another platform with little or no change. وهذه كانت الايديا في تطوير جافا. كان قبليها مستخدم سي بلس بلس بشكل كبير، وكان في مشكله بالبورتابيليتي، فجافا اجت حلت هذه المشكله في سي بلس بلس. هاي بيرفورمانس اللي هو الاداء العالي لجافا، كان ران فاست انف فور وات از نيدد، فسرعه التنفيذ فيها عاليه نسبيا. Interpreted، وراح نتكلم عن موضوع Interpreted والCompiled، وهذا موضوع أيضا مهم، a key aspect of Java portability. Threaded، وهذا عندنا أصلا إحنا meeting كامل عن المالتي threading في هذه المادة. Allow program to do several things at once، يعني ممكن تعمل run لأكثر من thread، تقوم بأكثر من عملية في وقت واحد. Dynamic Java programs can adapt to changes in their environment even while the program is running. ممكن إذا حدث تعديلات حتى لو السيستم شغال، ممكن تعمل إيش adaptation، تتعدل بناء عليها بدون أي مشاكل أو توقيف للنظام. طيب هذه خصائص الجافا. الآن إصدارات الجافا، طبعا الآن إصدار جافا الموجود حاليا جافا 21، طبعا حدث تطورات كبيرة من أول إصدار اللي هو جافا بوينت 1 إلى الإصدار الأخير. جافا 2 is the standard language، لا الآن في جافا 8 standard language فعليا، وحدث أيضا تطويرات عليها. فعندي عدة إصدارات من جافا فعليا. Why Java Editions was introduced. Cater for different needs, say large international business systems to software running on mobile phones with very limited hardware resources. ففي عندي ثلاث إصدارات رئيسية. طبعا الإصدار الثالث اللي هو for mobile phones المايكرو إديشن، الآن مش مستخدم كثير، كان مستخدم قبل نظام الأندرويد على بعض الأجهزة مثل البلاك بيري وغيرها، كان يستخدم جافا مايكرو إديشن. في عندي الجافا 2 ستاندرد اديشن اللي هو الفوكس اوف اور ستدي، فعليا الماده اللي بندرسها هي على جافا ستاندرد اديشن، بنسميها جي 2 اس اي. وفي عندي جافا انتربرايز اديشن، هذا فور لارج سكيل سيستمز، بدخل معها بعض المواضيع المتعلقه بالويب مثل سيرفلتس، مثل ستراتس، مثل بعض الادوات، وهذا ليس موضوع حديثنا. ففعليا الاصدار اللي بتدرسوه اللي هو جافا ستاندرد اديشن. وعندي جافا اي اي او جافا جي 2 اي اي اللي هو الانتربرايز اديشن، وعندي المايكرو اديشن فور موبايل فونز. الان بالنسبه لي برنامج الجافا، مثل ما بتعرفوا برنامج الجافا هذا اللي هو سمبل جافا بروجرام، هذا مثال. طبعا برنامج الجافا لازم يتكون على الاقل من كلاس واحد، تمام، يكون عندي كلاس واحد. في هذه الماده راح نشوف كيف نتعامل مع عده كلاسز في تي ام 105، ما تعاملتوا الا مع كلاس واحد فعليا وكتبتوا الكود داخله. الان في هذه الماده لا، في ماده ام 251 لما نتعرف على الكلاسز والاوبجكتس راح احنا ننشئ اكثر من كلاس ونتعامل معهم. ففي عندي انا في برنامج الجافا على الاقل لازم يكون عندي كلاس واحد، وطبعا هذا مفروض يكون مخزن
او موضوع في ملف يحمل نفس الاسم بالضبط. وعندي المين ميثود، والمين ميثود احنا بنعتبره ايش؟ نقطة الدخول للبرنامج. يعني بدون مين ميثود برنامجي ما رح يشتغل ابدا، حتى لو في 2000 ميثود غيرية، بدون مين ميثود البرنامج ما رح يشتغل. وهذا الهيكل العام للمين ميثود public static void main، وداخل البرانسيسيز عندي اللي هو هذا الارجيومنت اري من نوع string اللي هو string، والاقواس المربعة args، تمام. وعندي البادي تبع المين، وفي عندي اللي هو system.out.println مثلا the time has come، عندي string يتم طباعته وجملة println أخرى. وأتصور موضوع println يعني ما في أحد خرج من مادة TM105 ناجح فيها ما بعرف إيش يعني system.out.println. طيب، فهذه يعني هو شكل من أشكال أبسط برنامج جافا. طبعا الأوتبوت واضح، أي شيء يطبع داخل الكوتيشن يتم طباعته على الشاشة كما هو. فهذه هذا الأوتبوت لمثل هذا البرنامج البسيط. طيب الآن فقط هذا الشرح للبرنامج. The first line of the program introduces class called Hello Wireless. And when the program runs, the class given rise to an object which executes the code of the class. تمام؟ طيب، the class is identified as public. وإن شاء الله في هذه المادة راح نتعرف على موضوع الـ public, private, protected. أيضا راح نفهم إيش يعني static. Which means that the object of this class can be freely accessed by other objects in a larger system. يعني لما اعرف ان كلاس كببليك اعطيه اكسس، اذا عندي كلاسز اخرى في البرنامج، اي كلاس اخر في البرنامج عندي او في السيستم بيقدر يعمل اكسس على هذا ايش الكلاس. الكيرلي براكتس اللي هو beginning of block، تمام. on the following hello wireless matches the closing bracket at the end of the example. These enclose the whole class definition. فهذا اللي هو البادي تبع الكلاس عندي. و the code in this class in the form of method اللي هو عندي المين method فعليا. in this case method called main. في عندي المين method اللي هو نقطة دخول للبرنامج. the first line of the method is called method header، هذا معروف. ومن بين الأقواس احنا نسميه method body أو method block. we defer explaining the words static void static، طبعا راح تتوضح لنا في هذه المادة في meeting 3 أو meeting 4 إيش يعني static keyword وليش أنا بستخدمها. void درسناها سابقا لما تكلمنا عن methods. في عندي methods بترجع قيمة methods ما بترجع قيمة. أنا عندي main فعليا ما برجع قيمة، ما بعمل return، فبالتالي هو دائما void. but they always used within the main methods like this one. فدائما main method public static void main. What the method header defines the name of the method. طيب اللي هو المين في هذا المثال. And the following and is followed by the method body اللي هو بين ايش الكيرلي براكتس. فايش اذا كيرلي براكتس تتبع method name فيها ايش، هي بتحدد method body اللي هو الكود الموجود في هذا method اللي راح يتم تنفيذه لما يتم استدعاء هذا method. system.output system.out.print معروف لإيش؟ displays in a screen window the exact text between quotes. فبطبع لي text بين quotations. و each of these two lines of code constitutes في عندي statement و a single command to be carried out. يعني عندي method بيأدي وظيفة واحدة خلص. println إيش يعني؟ println بيقوم بعملية طباعة. و semicolon terminator اللي هو statement اللي عندي. الكومبايلر بيعرف انه انتهت الستيتمنت لما يشوف السيمي كولون او الفاصله المنقوطه. طيب موضوع الكومنتس، هذا موضوع الكومنتس واضح جدا. احنا ليش نكتب كومنتس؟ هو الكومنتس بهم المبرمج نفسه او من يقرا البرنامج فعليا عشان يكون عنده فكره عن ايش هذا البرنامج. ايضا نعمل كومنت لبعض الخطوات لتوضيحها، فهذا امر مهم. والكومنت عندي
ممكن اكتبه احادي سطر، يعني دبل سلاش اكتب كومنت في سطر واحد، واذا كان الكومنت تبعي بتعدى سطر واحد اكثر من سطر فبستخدم سلاش ستار وعند نهايته ستار سلاش، يعني اللي هو نهايه الكومنت. وهذا ليس جزء من البرنامج وانما شرح للبرنامج او بعض اجزاء البرنامج. فهذا الشكل الاول، هذا اللي هو مالتي لاين كومنت، وعندي السنجل لاين كومنت اللي هو ايش بيبدا بدبل سلاش. طيب فهذا اللي هو الكومنت. الان كيف بتم تنفيذ برنامج جافا؟ انا فعليا عندي ثلاث خطوات، انا بكتب الكود بعمل له كومبايل ثم بنعمل له ايش ران. Here we discuss the portability issue, the way that programs written in Java can run on many different platforms. طيب الان conventional way هذا يعني في حالة غير جافا، لغات زي C C++ بتم كتابة الكود ثم بنعملها compile، compile اللي هي ترجمة، ثم بتم تنفيذ الكومبايلد كود على المشين، تمام، تحول الى نيتف كود او ماشين كود خلينا نقول، وبيتم تنفيذه. ف the source code، source code طبعا اللي هو الكود اللي بكتبه المبرمج، is translated by a compiler to native code. بعض اللغات بسميها object code، اللي هو النيتف كود. ايش المقصود بمصطلح نيتف كود؟ base language of the computer، اللي هو اللغه اللي بفهمها الكمبيوتر وبيقدر ينفذها، which is then executed، والتي سيتم تنفيذها لاحقا. Native code that has been generated can be executed only by a particular type of computer that recognizes it. إيش المقصود هنا؟ في لغات مثل C أو C++ بتم ترجمة الكود إلى native code. Native code هذا بتم تنفيذه من قبل خلينا نقول معمارية معينة للأجهزة أو platform معين. لو اجيت اعمل له رن على بلاتفورم اخر لا، راح احتاج اعدل الكود الاصلي، وهذه مشكله بالبورتابيليتي، انه انقل البرامج المكتوبه بهذه اللغه من نظام الى نظام مختلف. بينما في حاله الجافا عمليه الترجمه الكومبايل ايش؟ كومبايل هي عمليه ترجمه من السورس كود للنيتف كود او المشين كود. في حاله الجافا لا، بتمر بمرحلتين فعليا. ف مرحلة جافا source code is translated by a compiler. طبعا جافا interpreted ايش يعني؟ في عندي بتمر مرحلتين. اول شيء بتم ترجمة الكود source code تبع الجافا الى لغة وسيطة، الى لغة وسيطة اسمها بايت كود. ثم هذه اللغة الوسيطة بتم ترجمتها باستخدام interpreter وتنفيذها على اجهزة مختلفة. طبعا فاللي بحصل ايش؟ source code is translated by a compiler اللي هو بتصير to byte code اللي هي intermediate form اللي هي لغة وسيطة أو شكل وسيط للترجمة، which is translated by an interpreter. ثم بتم ترجمة هذه اللغة الوسيطة إلى native code لكل computer runs on which is then executed. طبعا اللي بتولى هذا الأمر عندي ما يسمى بالجي في ام، الجافا فيرتشوال ماشين، تمام، هي فيها الانتربريتر، هو بيتم عمل كومبايليشن للجافا الى بايت كود، ثم الجي في ام بتتولى ترجمه هذا البايت كود الى النيتف كود حسب النظام اللي هي موجوده عليه. فاذا كان مثلا عن نظام A راح يطلع كود معين، عن نظام B راح يطلع كود اخر، هو ترجمه المرحله الاخرى من البايت كود الى هذا النظام. فبالتالي ممكن اعمل ران لبرنامج جافا على اكثر من نظام مختلف او اكثر من هيكل نظام مختلف فعليا بدون ما احتاج اني اعدل في الكود تبعه. وهذا المقصود بموضوع البورتابيليتي. The interpreter is a program that translates byte code into a native code of the computer it runs on. فهو بيقوم بترجمة البايت كود اللي هو اللغة الوسيطة الى ايش؟ الى الكود النيتف كود الموافق للجهاز الموجود عليه هذا الانتربريتر. جافا انتربريترز ار افيلبل فور ماني ديفرنت بلاتفورم. في عندي انتربريترز مختلفه لمنصات مختلفه او لسيستمز مختلفه. طيب فعندي الان الجي
الجي دي كي فعليا The Java Software Development Kit abbreviated as SDK or JDK هو JDK المسمى الأشهر. SDK tools are used for compiling and running the Java programs on a variety of platforms. هي الأدوات اللي نستخدمها عشان ننفذ عشان نعمل compile ورن لبرامج الجافا على أي نظام كان عندي. وهي موجودة في موقع Oracle. وإيش داخلها؟ داخلها عدة أدوات من ضمنها الجافا سي. جافا سي هو الكومبايلر، هو اللي بينفذ السورس كود، بيحوله إلى مين؟ إلى بايت كود. في جافا هو اللي بيقوم بالتنفيذ اللي هو الانتربريتر، بينفذ البايت كود بيحوله إلى نيتف كود. جافا انتربريترز are available for many different computer systems. فجافا انتربريتر جافا translates and executes جافا بايت كود. جافا سي إيش هو؟ كومبايلر اللي بيحول ال translate جافا source code to byte code، والجافا بيحول byte code إلى native code. في عندي الجافا doc اللي هو documentation، تمام، أو document generator processes جافا source files to produce useful documentation such as standardization descriptions of components of Java code. طبعا ال documentation هذه مهم جدا، بعطي وصف لكل مكتبات الجافا اللي عندي، فبتسهل على المبرمج عمله. في عند الجافا ديباجر helps look for errors in programs، لعملية ديباجينج لعملية البحث عن الأخطاء، فهذا بيساعد في البحث عن الأخطاء وإصلاحها. وجافا disassembler اللي هو جافا بي reads byte code files created using Java compiler and displays the corresponding source code. هذا بيعمل زي عملية عكسية للجافا كومبايلر، يعني بحول البايت كود إلى إيش؟ برجعه إلى السورس كود اللي كان عليه، زي بيقوم بعملية عكسية اللي هو إحنا نسميه disassembler أو جافا بي. وفي عندي اللي هو الأبلت فيور. أبلت فيور allows you to run and debug applets without web browser. جافا applets are explained in the next slide here. طبعاً الجافا أبلتس الآن غير مستخدمة فعليا، كانت مستخدمة في السابق لتطبيقات الويب، وكانت تربط بالبراوزر المتصفح. وفي الأبلت فيور كان يعمل رن للأبلتس بدون وجود المتصفح. الآن ليست مستخدمة نهائيا فعليا، معظم اللي بيشتغلوا ويب بيشتغلوا جافا سكريبت، ما بيعتمدوش على جافا لوحدها أو جافا فيه التطبيقات الويب. فالأبلت غير مستخدم يعني من سنوات طويلة. طبعا هذا لا يعيب جافا انه في شيء الآن منها غير مستخدم، التقنيات بتتطور وجافا نفسها تطورت عما كانت سابقا. طيب جافا بروغرام، الآن عندي two types of software. في عندي الابليكيشنز اللي هو standalone programs which can run independently، اللي برامج تعمل run بدون ارتباطها بأي شيء آخر independently بشكل مستقل. وعندي الجافا أبلتس انقرضت، هذه غالبا كنا نعملها رن على البراوزر على المتصفح، متصفح الانترنت هي كتطبيقات ويب. الآن جافا في حتى في مادة 251 راح تدرسوا موضوع الجافا اف اكس، تطبيقات جافا اف اكس تعمل رن على ديسكتوب أبليكيشنز وكذلك تعمل رن على ويب أبليكيشنز، وفي أكثر من طريقة لعمل ويب أبليكيشنز باستخدام جافا، هذا مش موضوعنا الآن. كيف أعمل رن لبرنامج الجافا؟ فإحنا ممكن نستخدم الكوماند لاين، أفتح أي تكست إديتر تمام وأكتب برنامج جافا ثم أعمل له إيش؟ أعمل له كومبايل وأعمل له رن. أو إني أستخدم IDE Integrated Development Environment مثل IntelliJ أو مثل NetBeans أو Eclipse أو VS Code إلى آخره. طبعاً الاستخدام IDE بشكل عام أفضل من أني أستخدم Text Editor، لأنه في حاجات كثير تخدمني مثل Auto Complete، مثل يدقق لي على الأخطاء موجودة يكتشفها، فبقدم لي دعم وبسهل علي الشغل أني أستخدم IDE بدل ما أستخدم Text Editor. IDE provides sophisticated GUI and editor with integrated facilities for compiling, running and debugging programs. فهو فيه
جميع الأدوات اللي المبرمج اللي بيحتاجها وبتسهل عليه عمله. There are many IDEs available such as NetBeans, Eclipse, IntelliJ إلى آخره. طيب الآن عندي Data Types. Data Types وهذا من الأمور المهمة جدا. طبعا لما نتكلم عن Data Types نتكلم معها عن ال Variables. الآن Data Types في جافا عندي نوعين، في عندي Primitive وفي عندي Reference Data Types. راح نرجع لها. في عندي مصطلح إنه جافا is strongly typed language. Strongly typed language يعني means that every variable، وهذا كتعريف هذا مهم هذا النقطة، every variable and expression has a type when the program is compiled and that you cannot randomly assign values of one type to another. إيش المقصود؟ إذا أحد مثلا عمره استخدم مثلا لغة بايثون، بايثون احنا نسميها dynamically typed، يعني في بايثون لو قلت مثلا x وعطيتها 5 خلاص الآن نوع x صار integer، لو بعد شوي قلت x يساوي مثلا welcome الآن صار نوعها string فتقبلها dynamically typed. في جافا لا، في جافا إذا عملت variable معين قلت int x مثلا فx هذه ما بتخزن قيمة إلا من نوع integer، فممنوع اني اعمل assign value من نوع اخر، على طول بيعطيني error. لو بعد شوي قلت له x يساوي مثلا 5.1 اللي حولتها من integer الى double على طول بيعطيني ايش error عليها، انه هذا انت معرفه integer كيف بتضع فيه قيمة double، فبالتالي بيعطيني ايش error ما بيخليني اكمل. فهذه هذا المقصود ب strong typing. Every variable and expression has a type، خلص التايب تبعه معرف وما بقدر اغيره لاحقا او اني اعمل اخزن فيه قيمه من نوع اخر، فهذا المقصود في strongly typing. الان انواع البيانات، في عندي صنفين او two categories، عندي فئتين primitive variables stores data values اللي هو primitive data types احنا بنسميها، وفي عندي reference data types. وفي مادة TM105 عرفنا primitive data types راح نشوفها بعد شوي اللي هم ثمان أنواع اللي هم byte, short, int, long, float, double, char وboolean. والreference variables في مادة TM105 درسنا عن string والarrays. والarrays هذه reference data types، وعندي reference data types لا تعد ولا تحصى، راح نشوف هذا الشيء في هذه المادة. احنا انا كل كلاس بنشئه فعليا انا بكون صنعت او اوجدت reference data type جديد. طيب فreference variables do not themselves store data values but are used to refer to objects، وهذه راح توضح ان شاء الله من بداية meeting 3 راح توضح هذه النقطة بشكل كبير، و تكلمنا عنها في string وراح نتكلم عنها في meeting 2 لما نتكلم عن نعمل مراجعة لموضوع string كيف بيتم تخزين strings. و data type size in Java are fixed to ensure portability across implementations of the languages. المقصود الآن لما أعرف مثلا integer الحجم تبعه 4 bytes خلص هو 4 bytes في كل مكان أو على كل platforms، ما في integer 4 bytes وintegr مثلا 6 bytes على سبيل المثال لما أقول مثلا type int. فهنا المقصود بالsizes في الdata types. الآن موضوع اللي هو declaration اللي هو التصريح أو الإعلان عن data type أو إيجاده وinitialization. لما أعمل مثلا int x أنا بهذا الشكل أعمل declaration، تمام؟ declaration يعني أوجدته بحجز لي بالذاكرة مكان بسميه x، تمام؟ وحاليا ما وضع فيه قيمة. لما أضع قيمة فيه أول مرة بنسميها initialization، لما أقول x خزن لي فيها 4 مثلا بيروح يخزن لي 4 داخل x، 4 داخل x، هذه احنا بنسميها العملية initialization إعطاء قيمة لأول مرة. ف we can reserve memory locations for storing values for any primitive type. Those memory locations can then be made to contain values that are legal. موضوع legal إنه
الفاليو ضمن نطاق معين ومطابقة للداتا تايب for the particular type. ايش يعني مطابقة لنطاق معين؟ لما اقول مثلا اعرف مثلا بايت، اعرف مثلا variable من نوع بايت، بايت مثلا بي، تمام؟ والان هذا بايت بي بيحجز مكان في الذاكرة حجمه واحد بايت بسميه لي بي، تمام؟ وهذا قيمة واحد بايت بيخزن فقط ارقام من سالب 128 الى موجب 127، تمام؟ فاذا خزنت قيمه خارج هذا النطاق، لو اجيت خزنت فيه مثلا قلت بي خزن لي فيه 200، على طول بيعطيني ايرور لانه اعطيته قيمه خارج نطاقه فهي الليجال فاليو. او اذا اعطيته داتا مثلا لو اجي اقول له خزن لي فيه 5.5، هذه من نوع دبل وتقبل فقط انتجرز اعداد صحيحه البايت، فهذا المقصود بليجال فور بارتيكولار. This involves two steps. Declaration, you create variable for type you want to use, زي ما أقول int x and declaration. Initialization, this refers when you first store something useful in variables memory location. إذا قلت x ساوي 5 مثلا، هذا initialization. فهذه الخطوة الأولى declaration، والخطوة الثانية إيش اسمها؟ Initialization. طيب عندي هنا مثال، مثلا int my int و my other int، تمام؟ هذا الديكلاريشن لا فاريبل بحجز لي مكان في الذاكره بسميه my int، مكان في الذاكره بسميه my other int. لما يعمل initialization اعطاه قيمه لاول مره بيخزن 888 فيه my int، my other int يخزن فيها مثلا negative 2، هذه احنا بنسميها initialization. الان الداتا تايبس، البريماتيف داتا تايبس عندي 8 انواع، اول ومصنفه الى اصناف. فعندي اول اربعه هنا، هذه انتجرز. انتجرز يعني اعداد صحيحه، اعداد صحيحه ما فيها الفاصله العشريه، فهي بسموها انتجرال تايبس. They are called بايت شورت انت لونج. الفرق بينهم بايش؟ بالحجم. البايت 8 بت من اسمه، 1 بايت، الواحد بايت هو 8 بت. الشورت 16 بت او 2 بايت. الانت 32 بت او 4 بايت، تمام؟ اللونج 64 بت او 8 بايت. وهذه الرينجز تبعتها، يعني البايت اذا انا عندي مثلا عارف اني راح اخزن قيم بين هذا النطاق، فيش داعي اعرف داتا تايب اخر شورت او انت او لونج، وبالتالي اهدر في الميموري. يعني لا، الافضل اني احجز ايش؟ بايت، يعني مساحه على قدها، على قد الداتا اللي انا بدي اخزنها فيها. وهكذا بالنسبه لي الشورت والانت واللونج بيعتمد على القيمة اللي راح أخزنها به داخلها، تمام؟ هذه بنسميها integral types. وفي عندي floating point أو real types، عندي اللي هو real numbers، اللي هو عندي float والدبل. float والدبل هذه إيش؟ اللي هو الأعداد real numbers اللي فيها decimal point، اللي فيها فاصلة عشرية، تمام؟ فالfloat حجمه 32 بت او 4 بايت، والدبل 64 بت او 8 بايت، وهذا الرينج تبعهم، وتقبل اللي هو الساينتفك نمبرز اللي هي الاي. طيب عندي نوع اللي هو تشار، تمام؟ وطبعا الديفولت فاليو اللي راح نتكلم عنها في الاوبجكت اورينتد لما اعرف اللي هو فيلدز او داتا ممبرز للكلاس، راح تعطيها ديفولت فاليو لوحدها مباشره اللي هو النيوميريكال كلها صفر. الكاركتر بنسمي هذا النل كاركتر، تمام؟ وفي عندي البوليان بيعطيه الديفولت فاليو فولس. الكاركتر اللي هو ايش؟ يونيكود كاركتر، هو بيخزن فيه رقم او حرف او رمز وحجمه 16 بت. والبوليان ايش؟ بيستخدم واحد بت، بيستخدم اما ترو واما فولس، وأنه ليس لها رينج معين. فهذه الداتا تايبس، البريمتيف داتا تايبس عندي. الآن الكاركتر داتا تايب، جافا هاز تشار أو كاركتر داتا تايب كولد تشار، اللي بيخزن حرف أو رقم أو رمز، which allows to represent single characters أو character literals are denoted by value enclosed within single quotes. فأنا ممكن أستخدم مثلا
قيمة معينة بحتاج أخزن فيها حرف معين، غالبا مثلا فور اللي هو مثلا القيمة مثلا باس فيل مثلا، لو عندي اني اخزن مثلا بي فور باس و اف فور فيل على سبيل المثال، فاقول char مثلا result مثلا، وممكن اخزن فيها اقول مثلا result اخزن فيها قيمه يكون عباره عن حرف، واذا كانت عباره عن حرف char لازم استخدم single quotation اللي هو علامه تنصيص احاديه، مثلا اقول pass b مثلا. طيب character variable can be assigned any value in the Unicode character set، اي قيمه سواء كانت حرف رقم رمز بقبلها الكاركتر. وفي عندي موضوع الاسكيب سيكونس، في عندي هذه زي نوع من سبيشال كاركترز، يعني كاركترز مخصصه لها عمل معين راح نشوفها الان بعد شوي، زي باك سلاش ان باك سلاش تي باك سلاش ار باك سلاش اي الى اخره. It is a sequence of characters standing in place of single value of character type. طبعا تبدأ كلها ب backslash. In Java they are marked by the use of backslash character which indicates that what follows is not to be interpreted literally. يعني انه ما يتعامل معها كحرف. تمام؟ فprintable character بهذا الشكل، هذا طبعا راح يطبع لي الرمز اللي هو هذا الكوبي رايت. باك سلاش ان هذا بينزل لي سطر نيو لاين. اذا اردت اطبع مثلا احيانا السنجل كوتيشن لها عمل انه تعمل ايش، بتحدد لي اللي هو الكاركتر. طيب اذا اردت اطبع السنجل كوتيشن نفسه لازم احط قبليه باك سلاش، هذه بنسميها اسكيب سيكونس. الباك سلاش نفسها لانه لها عمل اذا اردت اطبعها نفسها لازم احط قبليها باك سلاش ايضا، فهذه بنسميها اسكيب سيكونسز. الان الفلوتنج بوينت تايبس اللي هو الفلوت والدبل، طبعا الفرق بين الحجم وكذلك الدقه، الدبل بيعطيني 7 خانات بعد الدبل بيعطيني 15 خانه بعد الفاصله، بينما الفلوت بيعطيني 7 خانات بعد الفاصله. In order to represent numbers that may include fractional parts يعني فيها كسور، تمام، we use floating point types اللي هو الفلوت واللي حجمه 32 بت او 4 بايت او دبل اللي حجمه 8 بايت او 64 بت. floating point literals are denoted either by writing them as integral part dot fractional part، يعني زي هذا الرقم مثلا هذا integral part اللي هو الجزء الصحيح، والfractional part اللي هو الجزء العشري مثلا لهذا الرقم، او نستخدم الساينتفك نوتيشن اللي هو الاي. وهذا سؤال ايضا ممكن يجي ام سي كيو جاء في اسئله السنوات السابقه انه الساينتفك نوتيشن مستخدم ايش، اي دي نوتس ذات ذا فاكت ذا نمبر از تو بي ملتيبلايد باي ذا باور اوف 10 اوف ذا انتجر فولوينج ذا اي سمول او اي كابيتال از y اللي 1.3 e 8 او z يساوي 1 e negative 9. وهذه تعني لما اقول 1.43 e 8 هي نفسها 1.43 ضرب 10 اس 8 بهذا الشكل، فبنكتبها كscientific notation باستخدام اللي هي ال e. طيب الان Which of the following attempts to declare initialized variables would cause a compilation error? طيب مين من هذه راح يعطيني compilation error؟ أول واحدة اللي هو int j وخزن فيها قيمة من نوع double، هذه راح يعطيني error لأنه هذا عرفتها كintegr فما بأخذ إلا عدد صحيح، ما بقدر أعطيه قيمة من نوع double. طيب int k يساوي negative 200، تمام هذه ما فيها أي إشكالية. int ok يساوي 1 وهذا ايضا ما فيها اي اشكالية، تمام. int boolean ايوه كلمة boolean، هذه كلمة boolean اصلا هي keyword، فانا عملت variable سميته على اسم الكيورد فهذا راح يعطيني compilation error، راح يعطيني error. ليش؟ ما بقدر استخدم الكيورد اللي هي boolean كاسم لي variable، فهذا راح يعطيني عليها ايش؟ error. الآن char my char هذه صحيحة لأنه هذه راح يعتبرها إيش
سبيشال كاركتر اللي هي نيو لاين، فراح يقبلها. شار سي وخزن فيها رقم راح تعطينا عليها ايش ايرور، لانه هو راح تاخذ قيمه ايش كاركتر ليترال وليس رقم. طيب شار اي وخزن فيها اي بين سنجل كوتيشن، هذه ايضا صحيح ما فيها اي اشكاليه. شار دي وخزن فيها باك سلاش لوحده راح يعطينا عليها ايرور، لانه نستخدمها ايش كاسكيب سيكونس، اذا بدي اعرفها باك سلاش لازم احط باك سلاش باك سلاش عشان ما يعطيني ايرور. وهذه الاجابه عليها. الان 1.2 ايش نوت انتجر، تمام. الدي variable boolean is not allowed because it is a keyword literal negative 10 ايضا not character والباك سلاش should be double back slash. في عندي موضوع يتعلق بالداتا تايبس اللي هو الكاستنج. الكاستنج اللي هو التحويل بين الداتا تايبس. طيب الان there are occasions where we want to be able to convert from one type to another. ف اني احول من تايب لانذر، هذه العمليه بنسميها كاستنج. ف this can be done either by promotion، تمام، اوتوماتيكلي يعني، او implicit casting بنسميها promotion و casting. ايش المقصود في البروموشن؟ بروموشن الان لو عندي مثلا، هذا مثال بسيط، عندي انت اكس وعندي دبل دي. الان احنا بنعرف الدبل بأخذ قيمة إيش عشرية، لو خزنت فيها من نوع انتجر راح يقبل، لأنه فيها الانتجرال بارت وفيها الفراكشنال بارت. خلاص هو إذا حطيت فيها قيمة انتجر راح يحط لها فراكشنال بارت اللي هو زيرو. العكس لا، الانتجر ما بقدر أخزن فيه دبل، لكن إذا اضطريت بقدر أخزن فيه، أعمل اللي هي عملية كاستنج. فالمقصود الآن لو خزنت قيمة، لو قلت الآن لو قلت مثلا خلنا نقول إكس يساوي 5 مثلا، واجيت قلت دي خزن لي فيها قيمه اكس، فهذه راح تقبلها. تقبلها ليش؟ راح يحط فيها 5.0، راح ياخذ الانتجرال بارت ويضيف عليها الفراكشنال بارت من عنده تصير 5.0، فراح ياخذ هذه العمليه اسمها بروموشن. بينما لو اجيت عملت العكس، لو قلت مثلا عملت العكس، لو اجيت قلت مثلا دي يساوي مثلا 5.1، تمام، او حتى لو قلت 5.0 نفس الشيء. والان اجيت قلت اكس خزن لي فيها قيمه دي، هنا راح يعطيني عليها ايرور، هذه ما راح يسمح لي، راح يقول لي هذا دي من نوع دبل اللي هو يعتبر اكبر، ما بيشمل الدي اشمل من الاكس، الدبل اشمل من الانتجر، فبالتالي ما بتقدر تخزن قيمته فيه الانتجر. طيب لو انا مضطر وبدي اخزنها اجبره، بكتبها بالشكل التالي، بكتب x يساوي بقول حول لي اياها لانتجر دي شو ما كانت ودي. طبعا لما يجي يحولها لانتجر خلاص راح يمسح اللي هو الفاصل المنقوطه وما بعدها، فراح يخزن لي 5 في x. هذه العمليه بنسميها كاستنج. العمليه اللي قبلها العكس بنسميها بروموشن. فباي كاستنج وي هاف تو سبيسيفاي ا تايب كونفرجن، يعني لأي type بدك تحولها. By writing the desired type of an expression in parentheses in front of the expression. For example, write int in front of the expression we wanted it to be converted to an integer. Note that the fractional parts of float data type are lost if casting of the integral type because variables of different types occupy different amounts. فإذا القيم الفراكشنال بارت خزنتها في عفوا الدبل عملت لها كاستنج على انتجر، الفراكشنال بارت راح يضيع من عندي. طيب فهذا ممكن يضيع انفورميشن لوس، لكن انت بتكون اجبرته، يعني اللي بيعمل هذا الشيء بيكون عارف هو ليش عمله، فبالتالي ما في عنده اي اشكال. طيب فهنا هذا مثال عمل دبل فال وعمل انت فال، حط بالدبل فال 2.8، اجى بده يخزنه بالانت فال، لازم تحط انت هنا، هذه بين قوسين، هذه عمليه كاستنج، راح يحذف ال 0.8 يخزنها داخل انت فال، يخزن ايش 2.
هل بقدر أعمل كاستنج لكاركتر؟ نعم، بعمل كاستنج لكاركتر، ولكن بستخدم قيمة الاسكي تبعه. يعني هنا معرف 3 انتجر فاريبلز A و B و C، A و B و D عفوا، مخزن فيهن 35 12 13، وعمل فاريبل من نوع كاركتر اللي هو ايش؟ C. ثم جمع اللي هو A وال B وال D مجموعهم كم؟ اللي هو 60. 60 واذا عملتها كاستنج على كاركتر راح ترجع لي الكاركتر اللي قيمته هذه 60 على الاسكي تيبل، فكانت هذه القيمة اللي هي إشارة أصغر. خليني هذا المثال بس أوضحه على السريع على الانتليجي ايديا. خليني بس على السريع أقول مثلا انت، خليني أقول A يساوي خليني أقول 95 تمام، و B يساوي 4. طيب الآن لو قلت char سي ساوي ايش وعملت كاستنج، اقول char حولهم لchar واللي هو ال a زائد b، a زائد b، a زائد b راح ينجمعوا راح يصير 99. طيب 99 هو الحرف سي، خليني ازيده بس اجعلها حرف هذه 5 عشان مجموعهم يكون 100 على الاسكي تيبل. 100 اللي هو حرف دي. الان لو طبعت السي، لو قلت سيستم اوت برنت اللي هو طبع لي السي تمام اللي هو قيمه سي، راح يطبع لي الحرف دي الان على الشاشه تحت. خلينا نعمل رن بس الان ايش طبع لي الحرف دي لانه قيمته اصلا هو 100. يعني لو خليته مثلا 101 هذه 96 و5 101 راح يكون اي تمام. لو خليته مثلا 60 زائد 5 65، 65 اللي هي A كابيتال، فالآن راح يطبع لي ايش؟ A كابيتال. طيب الآن موضوع الكاستنج، when is cast required؟ متى بحتاج كاستنج؟ A cast is required if the type you are assigning on the right hand side of an equal side occupies larger space in the memory than the type you are assigning to on the left space, or if you are trying to assign float to double values to integral type. المقصود يعني الكاستنج إذا القيمة اللي بدي أعمل assign عليه أصغر من الفاليو اللي بدي أعملها assign أو من نوع data type بدي أعمله assign، بحتاج إني أعمل casting. أو إذا بدي أحول من floating point number زي float و double إلى integer بعمل ايش؟ casting. If you have not specified cast in a case where cast is required، اذا ما حطيت عملية casting راح يعطيني ايش؟ compilation error. يعني الان مثل هذا المثال عندي double value و int value، اذا قلت int value خزن فيها 2 والdouble value حول هذه لدبل، هذا مسموح. اما اذا العكس حولها لدبل يعني وخزنها في double value، this is allowed. اما اذا اجيت الدبل فاليو الان الدبل فاليو خزن لي فيها ايش؟ الانت فاليو. الدبل فاليو هذه خزن لي فيها الانت فاليو، لا هذه مسموح في خطا بالسلايد. لو كتبت في هذا الشكل انت فاليو بهذا الشكل، هي عكسينها السلايد انت فال تمام، خزن لي فيها ايش؟ دبل فال بهذا الشكل دبل فال، بهذه الحالة راح يعطيني ايرور لانه الدبل اكبر من الانتجر، فهذا غير مسموح. بينما عشان احولها تمام اقول انت فال ساوي احط بين قوسين بدي احول الدبل هذه لانتجر انت ودبل فال، راح ايش؟ يقبلها بهذا الشكل. طيب الان موضوع السكوب اللي هو النطاق للفاريبلز عندي statements and scope. A statement is a unit of executable code usually terminated by semicolon. أي جملة في البرنامج بتنتهي بسيميكولون إحنا نسميها statement. في عندي إشي اسمه block code أو code block اللي هو بين إيش أقواس curly brackets، هذا نسميه code block. Includes a group of statements مجموعة statements
مع بعضها البعض بين ايش؟ اقواس متعرجه الاوبن والكلوز براكتس. وفي عندي موضوع اللوكال فيريبلز، اللوكال فيريبلز تكون معرفه على سكوب معين، فايش يعني او على بلوك معين. They are variables that are declared inside a code block and they are valid only inside the brackets. فبيكون وجودهم داخل البلوك هذه الموجودات فيه. We say that the variable scope is in the region enclosed in the bracket. يعني الآن هذا مثال، الآن عرفنا okay. طبعا السكوب لكل variable هو بيكون من لحظة تعريفه إلى نهاية البلوك اللي هو فيه. فالكي هنا هذه معرفة، هي داخل وين؟ داخل هذا السكوب، داخل هذا القوسين، فهي وجودها إلى نهاية هذا القوس، فهذا وجود إيش؟ كي. الآن الكي valid، لو عرفت جي وخزنت فيها قيمة كي مثلا، هذا أوكي. طبعا كي لازم أكون معطيها قيمة في البداية، فالجي معرفة داخل هذا السكوب، داخل هذا القوسين، فالجي موجودة هنا. إذا حاولت أستخدمها خارج هذا السكوب راح يعطيني إيرور، يقول لي مش موجودة، بينما الكي إيش؟ موجود. خليني أعطي مثال على السكوب، هذا كثير طلاب بيخربطوا فيه وهذا موضوع مهم جدا، موضوع السكوب. يعني لو عرفت خليني أسميهم A و B، أقول أنت A يساوي 5 تمام، وأجي أعمل سكوب جديد أقول أنت B يساوي A مثلا. هنا لو اجيت اطبع بي اقول سيستم دوت اوت برنت بي، قيمه بي ار راح يعطيني عليه ايرور. الان شوف اعطاني لونها بالاحمر، والان بيقول لي كانت ريزولف سمبل بي، بيقول لي انا مش شايف بي، ما انت مش معرفها. طيب انا معرفها، لكن انا معرفها على سكوب اخر، بيقول لي كانت فايند سمبل. ليش؟ هو مش شايف البي، خلاص تعرفت هنا وانتهت هنا مع نهايه البلوك اللي هي فيه، فما بقدر اعمل عليها اكسس من برا. الاي لا عادي، يعني الاي لو اجي طبعتها هي موجوده داخل البلوك اللي هي فيه، اللي هي انا عرفتها هنا بين هذا القوس وهذا القوس، فهي موجوده لنهايه هذا القوس في هذا السكوب ايش تبعها. فهذه النقطه. في هناك يعني تفاصيل ايضا فيما يتعلق بالسكوب، انا ما بقدر اجي اعرف اي من جديد، اقول انت اي تساوي 6 مثلا، راح يقول لي ايش؟ الاي معرفه على هذا السكوب، ممنوع تعرفها اوريدي ديفايند ان ذا سكوب، يقول لي اي موجوده في هذا النطاق، ممنوع توجدها مره ثانيه، تعرفها مره ثانيه. بينما بي مثلا لو عرفت بي الان، بي هذه قبلها، طيب احنا معرفين بي هنا، لا هذا بي على نطاق اخر، خلاص بي هنا انتهت هنا، فبالتالي هي مش موجوده في داخل هذا السكوب. فهذه النقطه حبيت بس أسلط عليها وهذه مراجعة يعني، فبالتالي ما راح أدخل تفاصيل كثير. الآن مجموعة الأوبريترز أو العمليات، طبعا عندي أنواع مختلفة للأوبريترز. All the primitive data types that are provided in Java associated with a set of operators، عمليات بنقوم فيها. في عندي arithmetic، عندي relational، عندي logical، عندي assignment operators، عندي increment و decrement operators إلى آخره. طيب فالintegers and floating point types have addition and subtraction operators. الآن لما عندي data types معينة غالبا اللي هي numerical data types، احنا نقوم عليها بعمليات معينة مثل جمع، طرح، ضرب، قسمة إلى آخره. فالoperators عندي بعض الoperators unary operators بتعامل مع متغير واحد او مع فيريبل واحد، مثل اليو بلس بلس راح نيجي عليها لاحقا، ماينس ماينس اللي هو الانكريمنت والديكريمنت، هذه يونري اوبريتورز تمام. حتى اللي هو اشاره السالب هذه يونري اوبريتور. طيب في عندي باخذ تو ارجيومنتس، يعني اللي هو مثل جمع والطرح باينري اوبريتورز، اللي هو زي ما اقول مثلا بلس، هذا بيجي بين عمليتين اقول اكس زائد واي مثلا. طيب فهي باينري اوبريتر تاخذ معامله، في بعض الاوبريترز لا تاخذ معامل واحد. اول نوع من الاوبريترز اللي هو الاريثمتيك اوبريترز، نستخدمها مع الانتجر والفلوتنج بوينت نمبرز تمام، فما في اي اشكاليه مع كل انواع الارقام نستخدمها. وعندي في جافا هم 5، الجمع، طرح، ضرب، قسمه، والريميندر او المود اللي هو ايش؟ باقي
القسمه، تمام. وهذا نستخدمه في تطبيقات كثير. ابسط مثال عليها اللي هو معرفه ما كان اذا رقم فردي او زوجي مثلا، نستخدمها انه اذا باقي قسمه الرقم على 2 تساوي 1 هذا العدد فردي، واذا كانت تساوي 0 فهذا العدد زوجي. العمليات الاربعه على جمع طرف القسمه مش بحاجه الى تفصيل زياده، تمام. في عندي اليونري اوبريتر اللي هو مثل اشاره الماينس، يعني مثلا لو فرضنا انه A قيمتها 2 ثم B قيمتها ماينس A فراح يخزن في B ماينس 2. وفي عندي الانكريمنت والديكريمنت، وفي عندي ليها شكلين الانكريمنت، في عندي بوست فيكس وعندي بريفكس. البوست فيكس اللي هو ايش؟ يعني اللي بتيجي بعدها، يعني زي ما اقول x بلس بلس هذه بوست فيكس، هذه معناها ايش؟ استخدم القيمة، يعني استخدم القيمة الأصلية ثم أضيف على الفاريبل، عدل القيمة بمقدار 1 زيد عليها 1. إذا كانت بريفكس أقول بلس بلس X، أقول زيد على X قيمة X الأصلية 1 ثم استخدم القيمة الجديدة. وكذلك بالمثل للماينس ماينس، ولكن الماينس ماينس إيش؟ بتنقص قيمة. فالبوست فيكس returns the old value of the variable which it is applied, whereas the prefix returns the new value. يعني the plus plus operator increments the variable it is associated by 1, والminus minus decrements بنقص 1 من القيمة اللي بتعامل معها، تمام. الآن هنا مثلا my int 0 postfix increment تيجي بعدها والprefix تيجي إيش؟ قبلها. هنا مثلا هذا المثال، طبعا هي اذا جاءت لحالها على سطر ما بفرق البوست فيكس ولا البريفكس ما بتفرق. طبعا بعد هذه العمليه راح تصير قيمه اللي هو الماي انت راح تصير قيمتها 2 بعد هذه العمليه فعليا، فماي انت وود هاف ذا فاليو 1 ذن 2، فبالتالي هي راح يزيد عليها 1 راح تصير 1 ثم راح يزيد عليها 1 راح تصير 2 بالنهايه. الان هنا الماي انت اذا جاءت في اكسبريشن راح يخزن في x 10 ثم ايش راح يعمل؟ عمل my int، عفوا my int خزن فيها 10 ثم عمل x خزن فيها my int plus plus، يعني بخزن قيمه my int القديمه الاصليه اللي هي 10 داخل x، ف x راح تصير قيمتها 10 ثم يعمل increment لmy int فراح تصير my int تصير 11. فبهذه الحاله راح يخزن 10 داخل x ثم my int راح تزيد 1 تصير 11. لو عكس العملية فعليا حط بلس بلس ماي انت، لا راح يزيدها بالاول ثم يعملها اصلا فراح يصيروا كلهم 11، تمام. فهذه الفرق بين البريفكس والبوست فيكس. وبالنسبة للديكريمنت نفس الشيء بس بنقص 1 بدل ما يضيف 1. الاولويات اتصور واضحة، هذه المفروض تكون واضحة للجميع، اللي هو البريزيدنس اوف ذا اريثماتيك اوبريتورز اللي هو البداية او الاولوية للضرب والقسمة و المود ثم الجمع والطرح، واذا تساوت الاولويه بنقوم بالعمليه من اليسار الى اليمين، تمام. ف if an expression involves more than one operator there is a clear order in which operators are evaluated determined by what is known as operator precedence، تمام. زي ما اقول 3 plus 4 times 5، الان الاولويه لمين؟ للضرب، فراح يضرب 5 في 4 20 ثم يزيد عليها 3 فراح تصير النتيجة 23. أما إذا حليناها بطريقة خاطئة يقول 3 زائد 4 7 ضرب 5 راح تطلع 35، وهذا خطأ. فالإيفاليويشن تبعها حسب الأولويات. We are deliberately not stating the precedence rules. Instead, you should ensure clear order of evaluation of an expression using parentheses. Java will evaluate expressions in parentheses first. وهنا في نقطة parentheses الأقواس نستخدمها في العمليات عشان ايش؟ اذا اردت اغير اللي هو الترتيب او اغير الاولويه، فبالتالي اذا حطيت الاقواس، طبعا في هذا المثال اذا حطيت الاقواس ولا ما حطيتها النتيجه 1 23، بينما لو اردت اغير اجمع الثلاث مع الاربعه قبل ما يقوم بعمليه الضرب فلا بد اني اضعها داخل اقواس، وهذه تعتبر من البديهيات، تمام. الآن give the values of the following expressions or indicate there is an error. الآن لما هذه العملية 2 في 3 6 زائد 1 هذه راح تكون 7، B هذه 1 زائد 2
ثلاث ضرب ثلاث راح تكون تسعة. ستة مود اثنين يعني باقي قسمة ستة على اثنين، لما قسم ستة على اثنين فيها ثلاث والباقي صفر. 17 مود 12 أقسم 17 على 12 فيها واحد والباقي خمسة، لأنه فالنتيجة إيش؟ خمسة. خمسة مود الصفر لما قسم هذه راح يعطينا عليها إيش؟ إيرور. لا، لأنه باقي القسمة بتضمن عملية قسمة وما بقدر أقسم على صفر. طيب اثنين مود الثلاث صفر والباقي اثنين، لأنه اثنين ما بتقسم على ثلاث، فبالتالي نتيجتها اثنين. خمسة تقسيم اثنين، أيوة هنا في جافة في نقطة، هذه من نوع انتجر وهذه من نوع انتجر، فبالتالي راح تكون النتيجة انتجر، فبالتالي خمسة على اثنين راح يعطيني اثنين مش اثنين ونص. خمسة على صفر هذه ايرور، لأنه إيش؟ تقسيم على صفر. صفر على خمسة هذه صفر. خمسة على اثنين بهذا الشكل، هذه من نوع دبل وهذه من نوع انتجر. هذه إذا واحدة منهم من نوع دبل على الأقل راح يعطيني النتيجة من نوع دبل، راح تكون اثنين ونص. تمام، فهذه عندي الإجابات موجودة سبعة تسعة. تمام، السي إيش؟ زيرو، أيوة، فما فيش ريميندر. الدي خمسة، والإي إيش؟ ران تايم إيرور، إنه تقسيم على صفر. طيب، وهذه اللي اثنين مود ثلاث اثنين، وخمسة مود اثنين صفر. ليش؟ ترانكيتد أز انتجر، لأنه قسمت انتجر على انتجر. وهنا h اللي هو error لأنه قسمت على 0، وال i 0 0 على 5 0، و 5 على 2.02 لأنه at least one argument is floating point number، فبالتالي النتيجة راح تكون floating point number. الآن relational operators أو بمسمى آخر comparison operators، هذه بقارن القيم ونتيجتها إما true وإما false، فالنتيجة تبعتها إيش؟ boolean. relational operators tell you about relationships between values of the same type. تمام؟ طيب their arguments can be، طبعا ممكن أتعامل معهم ب اللي هو integers floating point number أو حتى characters. وعندي إيش؟ ست operators لها، اللي هو equal to مساواة، not equal to، greater than، less than، greater than or equal، و less than or equal. فهذا عندي ال relational expressions، ونتيجتها دائما إما true أو false، وغالبا نستخدمهم إحنا أو كثير نستخدمهم في اللي هو conditional if statement، راح نجيها بعد شوي إن شاء الله. فan expression involving a relational operator is logical expression، هو عبارة عن تعبير منطقي بنتج عنه إما زيرو وإما إما true وإما false. So has a boolean value either true or false. Evaluate the following expressions. يعني لما أقول one less than two هذه true. تمام؟ لأن واحد أقل من الاثنين. خمسة أكبر من الصفر 0.5 هذه نص أكبر من الصفر أيضا true. اثنين يساوي اثنين true. طيب true لا يساوي false. نعم true. True لا يساوي false، هذه نتيجتها true. False يساوي false، نعم true لأنه false تساوي false، فهذه نتيجتها true. الA أقل من C، نعم بالآسكي الA أقل من C، الA قيمتها 97 والC قيمتها 99، فبالتالي هذه true. هذه كلهن إيش؟ true نتيجة. طيب which of the following combined and statements and scope and operators, which of the following combined declarations and initializations are incorrect and why. طيب الآن إيش الصح أو إيش أو إيش الخطأ؟ إذا عملت boolean bob وعطيته قيمة zero، في بعض لغات البرمجة بتقبل مثل C++ تقبلها bool وعطيه zero لأنه بعتبر zero false وال one true، لكن في جافا ما بتقبلها، لازم تعطيها literal true أو false. تمام، فبالتالي هذه incorrect. تمام، هذه مش صحيحة. boolean سو ساوي true، والترو كابيتال، هذا true كابيتال، ما في عندي literal أو keyword اسمه true بهذا الشكل، فراح يعطيني error، هذا غير جائز incorrect. boolean f ساوي false، هذه صحيح. تمام، نعرف متغير وعطي قيمة إما true وإما false. تمام، فهذه النقطة. java case sensitive ذكروا هذه النقطة، إنه بيفرق بين capital و small. each explain
why each of the following expressions is syntactically incorrect assuming the following declarations have been made. طيب لو عمل boolean g خزن فيها false طيب هذه صحيحة و h خزن فيها false طيب هذه ايش صحيحة. طيب int a يساوي 1 و b يساوي طيب الان a اكبر من g طيب a اكبر من g طيب g من نوع بوليان انا ما بقدر اقارن ما بقدر اقارن بوليان بانتجر فبالتالي هذا incorrect تمام. g يساوي 0 ايضا اني اقارنها بسترينج بنمبر هذا ايضا incorrect تمام. ف h يساوي true نعم هذه لا true T capital هذه ما راح ايضا يقبلها. G اقل من H الان بالنسبة لي البوليان ما بقدر استخدم شو اسمه الريليشنال اوبريترز محض. ف A and G are different types and no promotion can occur to make them types compatible فهنا ممنوع it's not legal to cast between boolean type and any other type. البوليان ما بقدر اعمل عليه كاستنج مع اي نوع اخر. G and zero are not the same type no promotion can occur to make types compatible true is not a boolean value لان T capital والoperator not defined for boolean arguments لهذا الاسباب اللي النقاط هذه ايش incorrect syntactically. اللوجيكال operators الان عندي اللي هو الاند والor والnot والxor. طيب xor مش مذكورة هي موجودة في جافا ولكن استخدامها قليل جدا. طيب logical operators are used when we want to combine the results from several logical expressions. إذا كان عندي logical expressions وبدي أعمل compound expressions تمام لو بدي أعمل مثلا أحصر أرقام بين في range معين بستخدم الand والor اللي هو logical operators أو أحيانا إذا بدي أنفي مثلا أقول not true false not false true فمستخدم النقط. فهذه logical operators the arguments for logical operator must be logical expressions يعني عندي اللي هو logical and logical or logical not. فهنا logical and فعليا بترجع لي true إذا كانت قيمة A true وقيمة B true. إذا كان الاثنين true بترجع لي true otherwise بترجع لي إيش false يعني لو واحدة منهم false أو اثنين false بترجع لي false. ال or بترجع لي true إذا على الأقل واحدة منهم true إذا اثنينتهم true أو واحدة منهم true بيرجع لي true إذا اثنينتهم false بيرجع لي إيش false تمام. النت إذا أعطيت true not true false not false true بيعكس لي إياها. طيب الآن عندي هذا المثال int a و b وعندي boolean either positive أو both negative. طيب ال a مخزن لي فيها إيش 22 والبي نيجاتيف 33 either بوزيتيف انه A اكبر من 0 A اكبر من 0 ايش هذا ترو تمام لان A اكبر من 0 22 اكبر من 0 اور B اكبر من 0 B اكبر من 0 لا فولس بس ترو اور فولس راح ترجع لي ايش ترو تمام. الان بوث نيجاتيف ال A اقل من 0 لا فولس طيب و ال B اقل من 0 هذه ترو لكن false and true راح يرجع لي ايش false. طيب فهنا the variable either positive is assigned to a value true because a is greater than 0 is true and therefore the whole expression is true even though b is greater than 0 is false while the variable both negative is assigned to a value false because less than 0 is false. طيب and therefore the whole expression is false even though b less than 0 is true. فبالتالي في حالة الand كلهم لازم يكون true في حالة الor لا واحدة منهم على الأقل تكون true حتى تكون نتيجة true. طيب الآن موضوع conditional processing the boolean type the flow control structures determine the way in which Java program is executed allowing different segments of code to be executed under different circumstances. الconditional processing إنه يكون عندي شرط
طبعا بعض الجمل يتم تنفيذها بناء على هذا الشرط، وهذا الشرط بيستخدم بوليان اكسبريشن. اذا كان ترو بنفذ لي سطر معين او عده اسطر معينه، واذا كان فولس بنفذ لي اسطر اخرى. تمام. فالكونديشنال بروسيسنج اند ريبيتيتيف بروسيسنج غالبا بيستخدم ايش؟ بيستخدم اللي هو البوليان تايب ككونديشن، شرط لتنفيذ جمل معينه او تكرار عمليه معينه. ان كونديشنال بروسيسنج اللي هو السلكشن ستيتمنت او الاف ستيتمنت جيف اس ويز اوف سبيسيفاينج ذا كونديشنز فور تشينجينج فلو اوف كنترول ان ذا بروجرام. فلو اوف كنترول ايش الجمل اللي سيتم تنفيذها بناء على شرط معين. تمام. طيب variables of the boolean type can hold either literal اللي هو true او false. فبالتالي ممكن نستخدم اللي هو literal نفسه true false، ممكن نستخدم اللي هو expression نتيجته اما true واما false. The expression that evaluates to a boolean value named a logical expression. تمام. اي logical اي expression فيه نتيجته اما ترو اما فولس بيطلع لي نتيجه يعني بوليان فاليو، هذا نسميه لوجيكال اكسبريشن. جافا ديفاينز نمبر اوف ريليشنال اوبريتورز فور بوليان تايبس. معروفات الريليشنال اوبريتورز تعاملنا معهم قبل شوي. ان اف ستيتمنت الهيكل العام تبعها ايش؟ عندي جمله اف ثم بفتح قوس ثم بضع فيها لوجيكال اكسبريشن اللي هو الشرط، ثم الستيتمنت المراد تنفيذها داخل كيرلي براكتس هذه إذا كان الشرط صحيح، إذا ما كان الشرط صحيح بنعمل skip لهذا الجزء. فthe general form of the first conditional processing statement is shown here. طيب الآن the logical expression within parentheses evaluate إذا كانت نتيجة true فالstatements هذه راح يتم تنفيذها. Then any statements in the following code block are executed راح يتم تنفيذها. And if the logical expression is false راح ينعمل skip راح يجي ينفذ هنا. هذا المقصود اللي هو to control the flow of the program. Then any statements in the body of the if statement are not executed. An if statement may cover several lines of code but it is just one statement. وهنا نقطة احنا نسميها one statement حتى لو كانت فيها عدة أسطر احنا نسميها if statement. As is usual when a statement has a body in curly brackets there's no semicolon in at its end. فبالتالي مدام إلها curly brackets أو جملة تتبعها ما في semicolon، إذا حطيت semicolon هذا خطأ تكون سكرت the statement. it's better style to use curly brackets to determine clearly the body of that statement. يفضل إنه دائما نستخدم brackets. طبعا إذا ما استخدمت brackets بيعتبر الجملة الأولى السطر الستيتمنت الاولى بعدها مباشره هو التابع لها، وغير ذلك لا. طيب يعني التي يلي لا، اذا عندي اكثر من جمله تتنفذ بناء على الشرط بضعها داخل ايش؟ الكيرلي براكتس. طيب the style of writing java programs that includes indentation to indicate the structure of program. Indentation aids readability of code but does not affect the way the compiler interprets it. موضوع الاندنتيشن اللي هو الفراغ اللي بنتركه قبل الستيتمنتس، هذا في بفيدنا موضوع الريدابيليتي كعمليه تنظيميه للكود، يعني اسهل للقراءه. لو ما عملته ما راح ياثر على البرنامج تاعي، ولكن بيجعل البرنامج تبعي فقط اسهل للقراءه، يعني في اريح للنظر. طيب variables of boolean data types and if statements. في عندي الآن شكل آخر الـ if statement، إحنا بنسميها two-way if statement أو if else statement. إنه إذا كان هذا logical expression true بيروح ينفذ لي statements A، إذا false بيروح ينفذ لي statements B. تمام. فهذا بنسميه إيش؟ الـ if else statement أو two-way if statement بهذا الشكل، مثل ما إحنا شايفين اللي هو مثال اللي هو مثلا if invoice مثلا، اذا كان مثلا نتيجتها true يقول لي verbos اعملها true، else اعمل الverbos false. بس هذه فكرتها. وفي عندي النستد if statement، اذا كان عندي اكثر من خيارين فبيكون عندي اكثر من جمله if statement داخل بعضها البعض. ف we can write if statement within
if statement، يعني جملة if داخل جملة if. فعليا هذه الاف ستيتمنت ما راح يصلها الا اذا كان صحيح. مثلا اذا كانت قيمه A اكبر، اذا كانت قيمه A تساوي 34 راح يدخل هنا ينفذ، ثم راح يشوف هل الاي اقل من 23 مثلا او لا. فهذه ما راح يصلها الا اذا كان هذا الشرط صحيح. هذه العمليه بنسميها نستنج. تمام. فا اكزامبل سي ذا ادفانتج اوف يوزنج اندنتيشن ستايل. طبعا الاندنتيشن ستايل انه انا عامل ايش فراغات، هذه الجمل تابعه للاف عامل قبليها فراغ، هذه الجمل تابعه للاف داخليه بنسميها inner if loop if statement عفوا نعملها ايش بس اللي هو indentation. طيب فهذه الجمل متى راح يعمل increment لبي وسي؟ في حال كان هذا الشرط صحيح وايضا هذا الشرط صحيح، فهذه احنا بنسميها nested if statement. في عندي في selection شيء شبيه بال if statement لكن ما بستخدم اللوجيكال اكسبريشن، بستخدم سيلكتر فاليو، بناء على قيمه معينه بنفذ عمليه معينه احنا بنسميها السويتش ستيتمنت او سويتش كيس ستيتمنت، تستخدم كي وورد اسمها سويتش. ففي عندي الارجيومنت هذه اكسبريشن عادي ممكن يكون نوع انتجر كاركتر شورت بايت او اي نوع، وهي مش عباره عن عمليه معينه غالبا. تمام. ويتش سيلكتر از كونستانت فاليو، اما انها تكون قيمه ثابته او ينتج عنها قيمه ثابته يوجوالي ليترال وكومباتبل وذ ارجيومنت تايب. تمام. والبلوك كود داخل السيلكتر انكلوزنج ذا ستيتمنتس ان ايتش كيس از اوبشنال. فعندي هنا اذا عملت انا كيس هل بنفع احط اقواس؟ نعم، لكن هو اوبشنال، ما في داعي للاقواس المتعرج لكل بلوك. طبعا هي بناء على الاف على السويتش ستيتمنت حسب القيمه اللي بتيجي. مثلا هذه افضل توضح بمثال في السويتش ستيتمنت. الان راح نشوف المثال تحت. تمام. الستيتمنتس ار بيرفورم اف ذا كيس سيلكتر از لوجيكلي ايكوالز تو ذا ارجيومنت. يعني مثلا لو عندي ارقام مثلا الارجيومنت مثلا اكس، خلينا نقول في حاله كيس مثلا 1 كيس 2 كيس 3، اذا كيس 1 اجى بنفذ لي الجمله هذه ثم بعمل بريك بيطلع برا الكيس. تمام. اذا كيس 2 مثلا بروح بدور عليها بنفذ لي اللي بداخل كيس 2 ثم بيطلع، اذا كيس 3 مثلا بنفذ اللي بداخل كيس 3 وهكذا. تمام. البريك كي ووردز مهمه جدا، اذا ما حطيت بريك مثلا كان كيس 1 ونسيت احط بريك بيروح بنفذ اللي بعديها حتى يلاقي اول بريك يطلع. فهذا لازم بعد كل كيس تحط ايش بريك في الغالب. طيب فالبريك كي وورد كوزز ذا سويتش تو تيرمينيت، بيوقف عندي السويتش ستيتمنت. فيلير تو يوز بريك ستيتمنت ريزلتس ان كنترول فولينج ثرو تو ذا نيكست كيس. يعني لو نسيت احط البريك في كل الجمل واجت عندي الستيتمنت 1 مثلا 1 بيروح بنفذ لي هذا وهذه وهذه، ما لقى بريك بيظلتها للاخير حتى يلقى بريك، او اذا ما لقى بريك بيظل للاخير ينفذ، وهذا غالبا مش مرغوب. الديفولت كيس اذا ما كان في كيس معرف، انا معرف مثلا كيس 1 2 3 4، طيب اجت القيمه غير هذه الاربع قيم، اي قيمه غير بنحطها ايش داخل ديفولت بيتم تنفيذها. may be given to indicate processing to take place when no selector is matched. طيب هذا مثال مثلا switch control، اذا كانت القيمه A بيروح بيحط الفيديو اي دي 3، اذا كانت قيمه الكنترول B بيحط فيديو اي دي 19 وساوند اي دي 12. تمام. اذا C بيحط اللي هو الفيديو اي دي 11 واللينك بملها increment. اذا كانت X تمام بيحط لها كود طيب فهذا الشكل اللي بتشتغل فيه السويتش ستيتمنت. طيب هذا مثال مثلا الان مثلا الداخل فور لوب، فور لوب بعد شوي راح نجيها راح يعمل سويتش الاي. طيب سويتش الاي بالفور لوب بدل اي ب 0. تمام. يعني فبالبدايه 0 مش موجوده في هذه الدوره الاولى، فما لقى لها كيس راح يروح على الديفولت، فراح يطبع لي ايش اللي هو not in the list.
لانه ايش مش موجوده. طيب بعدين لما يعمل اي بلس بلس باللفه اللي بعديها راح تكون سويتش 1 فراح يطبع لي ايش 1 طبع لي 1. طيب وهذا سيستم اوتبوت برنت. طيب ليش طبع لي 2؟ ما فيش بريك بعد ال1 لانه مش حاط بريك، راح على اللي بعديها طبع لي 2. طيب بعد 2 ما فيش بريك، راح طبع لي ايش 3. طيب بعد 3 بريك خلص وقف، بيطلع على الاي بيزيد بواحد الان 2. لما تكون الاي قيمتها 2 راح يجي على كيس 2 مباشره راح يطبع لي 2. طيب 2 ما فيش وراها بريك، راح يروح على 3 بعديها مباشره يطبعها. الان زاد الاي بواحد الكيس 3 صارت الاي قيمتها 3 فبيروح 3 طبع 3 وبعديها بريك. تمام الفور باللفه اللي بعديها الاي راح تصير 4، كيس 4 ما فيش شيء فبيروح بنفذ كيس 4 هذه اذا ما حطيت وراها شيء، يعني كانهم ال4 و5 بكيس واحده. تمام كيس 4 وكيس 5 بكيس واحده بينفذوا نفس الجمله، ففيش داعي اكتبها مرتين، بترك هذه فارغ وبحطها بعديها، فراح يطبع لي 4 and 5 وراها بريك فراح يوقف. لما تصير 5 نفس الشيء راح يطبع لي 4 and 5، لما تصير 6 راح يجي على الكيس 6 بيطبع لي ايش 6 على الان على الكيس 7. تمام الاي تساوي 7 راح يطبع لي ايش 7، وال7 ما فيش وراها بريك راح ينفذ لي ايضا ال8، ال8 وراها بريك راح يوقف فراح يطبع لي 7 8. لما تصير الاي قيمتها 8 تمام 8 راح يطبع لي ايش اللي هو 8 وبريك. 9 ما فيش انا عندي غير كيس 9، ما فيش كيس 9 اخر شيء كيس 8 فراح يطبع لي not in the list. 10 راح تكون not in the list. فهذه نتيجه اللي هو السويتش ستيتمنت داخل فور لوب، كل مره بيبعث لها قيمه من 0 الى 10 ارسل. الان موضوع الريبيتيشن اللي هو التكرار، في عندي اكثر من جمله تكرار، عندي الفور وايل ودو وايل. تمام الان هذا الوايل الفور ستيتمنت طبعا كيف تشتغل، خلينا بس على السريع. انا عندي عداد بدا من 0 وانتهى هذا الكونديشن اللي هو اللوب كونديشن. تمام لو كنت يوقف اذا صارت قيم يظل شغال طالما قيمه اي اقل او يساوي 10. اذا صارت هذا الشرط صار فولس، يعني لما يوصل اي 11 في هذه الحاله راح توقف، وكل مره يعمل انكريمنت بواحد ليها. الوايل لوب نفس المبدا، بتشتغل بنفس المبدا تقريبا. جافا الاو سيكشنز اوف كود تو بي اكسكيوتد ريبيتدلي، انه تنفذ عده مرات وايل سم كونديشن is satisfied. تمام فهذا يعني طالما الكونديشن ترو راح يظل ينفذ. الوايل غالبا نستخدمها مع السنتينل كنترولد لوبز، يعني اللي هي اللوبز اللي بتعتمد على قيمه معينه او على اللي هو سنتينل فاليو، قيمه معينه بتوقف عندها. فما في عندي عدد ثابت للدورات، ممكن تيجي هذه القيمه اول شيء وما تلف اللوب، ممكن تيجيها بعد عدد معين. بينما بالفور غالبا بنستخدمها مع الكاونتر بيست لوب، اذا اردت انه العمليه تتكرر عدد معين من المرات 10 مرات او 5 مرات مثلا. فالوايل هي هذا السنتكس تبعها، في عندي وايل ثم الشرط ثم الستيتمنتس، فهذه الستيتمنتس بتظل تتكرر طالما الشرط صحيح. فبيشوف الشرط اذا ترو بيروح ينفذ الستيتمنتس، بيرجع بيشوف الشرط من جديد بعدها ترو بينفذ الستيتمنتس، وهكذا حتى يصير الشرط ايش فولس. ففي مرحله المراحل لابد انه يصير الشرط فولس عشان يوقف البرنامج. meaning while the logical expression is true the statements are executed the truth of the logical expression is reached after each execution of the body of the while. ها عندي مثال، هذا المثال فيه ايش عندي array معرف ومعمولها initialize للقيم التالية 10 20 30 40 50، عندي i معمول له initialize ل 0 وعندي sum 0. الان بيقول لي while i اقل من 3، تمام while i اقل من 3 ايش يساوي لي؟ sum يساوي sum زائد values of i. انا الاي عندي الان هذا i قيمته 0، values هذا اسم الاري of i، يعني الان values of الصفر، of الصفر هذه 0 1 2 3 4 اللي هي قيمتها في البدايه 10. هل الآية أقل من 3؟ نعم. معناته الصم تساوي هنا الصم، الصم هي 0 تساوي صم زائد فالز الآية، 0 زائد 10 صار الصم فيها 10، بعدين آي بلس بلس الآية صارت قيمتها 1،
يرجع واحد فالز اوف ال... هل الواحد اقل من ثلاث؟ نعم الواحد اقل من ثلاث، زيد لي على الصم قيمه الفالز اوف الاي، فالز اوف الاي اللي هي 20، زيدها على الصم 20 زائد 10 صار الصم 30، تمام؟ زود لي اي بواحد صار 2، 2 اقل من 3 نعم. الان فالز اوف الاثنين اللي هي 30، 30 زيدها على الصم 30 زائد 30 60، زيد اي بواحد 3، ارجع هل 3 اقل من 3؟ لا فولس، يوقف خلص، بيكون خلص حسب لي الصم 60، جمع اللي هو اول ثلاث قيم. Is this statement true or false? The code in the body of while loop is executed at least once. لا false، لأنه لو الشرط من البداية false مش راح يدخل، تمام؟ في عندي جملة do while بتنفذ فيها نعم once على الأقل، أما في while لا، فا it can be executed zero one or more times. طيب write fragments of code to do the following using for loop. Print the squares of the numbers from 1 to 20 inclusive in ascending order with the same explanatory text. طيب الآن هذه اللي هو بدي squares اللي هو تربيع الأرقام من 1 ل 20. هذا لو أجينا نكتبه على IntelliJ فعليا أنا بدي الأرقام من 1 إلى 20، فأجي أقول بس for وأفتح قوس أقول int و inclusive i يساوي 1 إلى i أقل أو يساوي 20 لأن 20 مشمولة و i plus plus، وأجي أقول أطبع مثلا system.out.print system.out.println، أقول مثلا i ضرب i يساوي، خلنا نستخدم print f فيها هذه، وأجي أقول percent d ضرب percent d اللي هو هي تربيع نعم ساوي ايش percent، او خلينا استخدم اللي هو to the power of 2 percent d to the power of 2 بهذا الشكل، يعني اللي هو تربيعها يساوي ايش percent d. percent d الاول اللي هو الرقم اللي هو الاي، والبيرسنت اللي هو تربيعها اي ضرب اي، اي ضرب اي فبهذا الشكل. خلينا نعملها رن، نسيت اعمل بس باك سلاش ان بهذا الشكل عشان ما عندي. فالان مثل ما احنا شايفين واحد تربيع واحد، اثنين تربيع اربعة، ثلاث تربيع تسعة، اربعة تربيع 16 الى اخره الى اللي هو 20 تربيع 400. طيب الآن print the characters of English alphabet in reverse order from 0 to A with some explanatory text. Hint, you can do arithmetic char variables because there is underlying type is integral. الآن بس بقدر أعمل for loop بهذا الشكل، أعمل for loop بهذا الشكل اللي هو for أطبعها بس هذا الشكل، خلينا أطبعها بدون text يعني على طول for أقول int أو char عفوا char c وأبدأ من حرف الزد إلى اللي هو c أكبر من أو يساوي ال a فعليا و i c minus minus، أقول له print c system out println اللي هو c. طيب الآن خلنا نشوف شو راح يطبع لي، وبقدر أطبعها بشكل آخر يعني بشكل تنازلي أني أستخدم الأرقام اللي هو الزد أعتقد 122 أو 123 إلى 97 وأعملها كاستنج داخل الفور لوب إذا بدي أستخدمها كأرقام. ففي أكثر من طريقة، هذه من 1 إلى 20 اللي هو سكوير، وهنا من زد إلى A والC أو CH minus minus. فهذه اللي هي الـ for statement. for statement إلها ثلاث عناصر طبعا، في عندي عداد غالبا نستخدمه وإله قيمة ابتدائية، ثم الشرط طالما هذا الشرط صحيح الجمل بيتم تنفيذها، وعندي الـ control adjustment بعد كل عملية بيتم تعديل اللي هو
القيمه عشان يصل الشرط، يصير الشرط بالنهايه فورس ويوقف عندي البرنامج. فاتمنى انها تكون ان شاء الله واضحه هذه النقطه، وراح ان شاء الله في عندي امثله راح احلها في الفيديو القادم ان شاء الله، وفي عندي اللي هو البارت 2 بيتكلم عن الاريز والسترينجز والرابر كلاسز ايضا اللي هو ميتنج 2 ان شاء الله، وراح احل الاكسرسايزز تبعتهم كلهم. واذا اي شيء غير واضح ممكن ينوضع فيه التعليقات او يتم التواصل معي، ويعطيكم العافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.